1940 مليار دينار جزائري في قانون مالية 22، فهذا يدل بما لا يدع مجالا من الشك عن أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي وفي مرافقة الطبقات الهشة، ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي الذي يوجه إلى أهله وأصحابه. فلن نقبل بأن توجه هذا الدعم الهائل والمهول 17 مليار دولار أمريكي إلى أناس لا يستحقونه. فنريد الاستثمار في هذه التحويلات واسترجاع القيمة التي نبدرها اليوم وتوجيهها إلى قطاعات الصحة، قطاع التعليم، تحسين الأجور.